السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تنتمنى من المشاهدين الأعزاء يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله، وتنتمنى إن شاء الله السنة الهجرية تدخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. جبت لكم اليوم واحد الرشيمة إن شاء الله تشوفوها، راهي غادي نتبقى معكم فيها التخرج ديال الكاوية وديال المقص بجوجهم إن شاء الله غادي يكونوا، وتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. نتمنى تعجبكم هذه الرشيمه والتطبيق ديالها ان شاء الله. وبسم الله على بركه الله نبداو الفيديو. بسم الله على بركه الله غادي نبدا معكم التطبيق ديال ان شاء الله ديال هذه الرشيمه. راه ساهله ما فيهاش شي حاجه كثيره، انا بديت هنايا ولكن غادي نتفق معكم كيفاش خدمتها. هي مسرحه عاديه. بسم الله شوف، غادي نعاودو تعاودها غير رقيقة من الجناب باش الا قطعتو ما يتشنتوش. ونفا تنديرو الكوردون، الكوردون ما تصابش عندي، الابيض ما عنديش. كنخدم هاد الوريقات الطايرين تندير من تنعاود التعويده خفيفه، ديرها رقيقه من الداخل باش الا تقبناهم ما تيتشنتفوش. مسرحة عادية هكذا
المبتدئات يقدروا يخدموا على الرشيمة لأن هي مسرحة ما فيهاش لا تدوار المرمى لا حتى شي حاجة، خدمة مسرحة ولكن الرشمة تجي زوينة. هذا نستمر هكا ان شاء الله تنكمل هاد الوريقات كاملين وندوز باش نخدم معكم هاد الوريقات هما اللي درت في الصقلي. يا تبارك الله عليكم. بسم الله نرجعت معكم باش نتبقوا الصقلي ان شاء الله. حتى هو هذا بقى دابا هاد الشريف عندي تبعو غير غير غادي ندير هادشي الورقات وقول لهم النقطة الماء على شكل ديال نقطة الماء. طالع في الصقلي ندور لها داك الكروشي ديالها دابا غادي ندير الشبكه كاين اللي تيسبق هذا الشبكه هي الاولى انا زعما نخدم هي الاخرى باش ما تيبقاش الخدمه مدربزه من الجناب
السكر كنخدم رقيق ندوزو دابا كيفاش ندورو لهاد الوريقات. غندور على مسقليت دويزه خفيفه الخدمه كنا تنديرها من شحال هدا وطلعنا لها دابا الخدمه كنا تنديروها شحال هذا ولكن تتثبت الطرز مزيان تصبن ويتعاود ما تيتشنتف ما تطرى ليه حتى شي حاجه تيبقى الصح والعمل. غادي نستمر هكا ان شاء الله حتى نكمل. دابا راه شفتوا الطريقه كيفاش خدمت هاد الوريقات غادي نكمل ان شاء الله ونتقوم ندوز باش نتقب معكم هادشي باش تشوفوا كيفاش طلع. المهم راه خدمه بسيطه وسهله ما صعيباش للبنات المبتدئات راه سهله هي خدمه مسرحه ما فيهاش شي حاجه صعيبه. ورشي ما راه حتى هي في المتناول زوينه نقلت عليه واحد الشبكه يعني ما رايجاش وما مطلياش بزاف نسيت عليه الشبكه يعني اول مره تنخدمها وتبقتها معكم ونشوفوها كطلع هاد الجميع. السلام انا رجعت معكم باش نتقب من قدامكم شي تقيبات هادو تقبتهم غير بالمقص غادي نعاود لهم هاد الشنيت فات بالكاويه تنقص منهم شويه ديال الثوب اللي تنعاود ندير لهم واللي تقيباتهم صغيره تقبوهم غير بالكاويه ما تحتاجوش ديروا المقص اللي بانت لكم التقبه ديالهم صغيره بحال صغيره بحال هكذا هما دوك اللي تيكونوا كبار شويه نديروا لهم المقص نقصوا منهم اللي نديروا لهم الكاوي. دابا غادي نتقب هاد الشبيكات ديال هذا هضر شي ما اكتشفتها انا وياكم اول مره تنخدمها انا شفتها دابا كيفاش طلعت انا وياكم انا والمشاهدين ديالي شفتها اول مره غادي تخدم وان شاء الله تكون عجباتكم قولوا لي في التعليقات ان شاء الله اللي عجبت الرشمه نتمنى يكون واضح لكم هذا الشيء بغيت نتفوا غادي نعاودو بالسقلي منخليهمش هكداك داكشي علاش خصنا نخطفو يدينا قبل ما يتقاس لينا السقلي تكون يدنا خفيفة دغيا
انا غادي نستمر هكا ان شاء الله ونرجع باش نشوفها كيفاش طلعت. السلام، انا غادي نوريكم الرشيمه كيفاش جات. نهزها لكم هكا وتشوفوها سامبل بلا حجر. حنت حطيت لكم الحجر باش تشوفوها كيفاش، ولكن انا عجبتني هكذا سامبل بلا حجر. غادي تشوفوها كيفاش جات بالحجر وقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جات بالحجر وكيفاش جات بلا حجر. نتمنى تعجبكم هاد الرشيمه وتطبقوها. راه كي قلت لكم نسيت عين واحد الشبكه، التكشيطه ديال الشبكه زيت على المجله ديالها وعجبتني، قلت نطبقها معكم اول مره على القناه. وتبارك الله عليكم، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه ومن التعليقات ديالكم ومن الدعم ديالكم. وتبارك الله عليكم، لايك 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 ما تنسونيش. سلام، انا رجعت من بعد ما حطيت لها واحد الحجيرات وكملتها، ثقبت لها دوك التقيبات كاملين بالكاويه كيف تتشوفوا. المهم الرشيمه هي جات، حطيت فوق هاد الحجيرات اللي بغاهم يديرهم هيك اضافه، اللي بغاهم يديرهم، اللي ما بغاهمش تيبقى الاختيار لكم. نتمنى تعجبكم ان شاء الله هاد الرشيمه وتطبقوها، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه ومن تعليق واش عجبتكم الرشمه ولا لا. اول مره جربتها انا وياكم، الرشمه ما كايناش ما دايراش، قلت لكم نقلتها من واحد الجلال ديال واحد التكشيطه الشبكه. ونتمنى تعجبكم، وانا دابا اكتشفتها انا وياكم ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتطبقوها. والى الملتقى الى فيديو جديد ان شاء الله، ما تنسونيش من لي لايك ومن الاشتراك في القناه باش تدعموني. وتبارك الله عليكم، والى فيديو جديد ان شاء الله.